يلا خلينا نروح على منطقتك الجديدة. الناس اللي سمعوا انك تغلبت على الملاكم لازم يتعرفوا عليك يا ابو راي. نعم أموري عايزة ايه؟ بقالك يومين ما بحلقالي عايزة ايه؟ يا بنت انت عيب عليكي كده حرام، ما تتريقش عليها ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده انا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني اهلا ولعبت يا زهر. اهلا ولعبت يا زهر وتبدلت الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده؟ شفت؟ لا دي اكيد ملبوسة كده يا ماما. خلاص بقى شوشي فكيها بقى. افك ايه بس يا هاني؟ احنا من ساعة ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنت؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبة محتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. نيان نيان مالها دي بتناونه وليه؟ سيبك منها، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزة. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطة يعني فول على طعمية على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ اللي ليه مش شغالة هنا؟ شغالة عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقالوا خلاص هتمشوا. بقولك ايه يا بتنتي، انا مش عايزة اتخانق معاك عشان الظروف اللي عم عبدالله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركة التأمين. انتي بتتكلمي ليه اصلا؟ وحد كلمك؟ الله انتي مصاصية يا بتنتي ولا ايه؟ مش انتي اللي بتسألي؟ بسأل نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل حقك علينا، وانت بعد كده لما تلاقيها بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرتع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان ايوه يا عمو حالا. اوعي يالا شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلتلك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. لا مش هيوصل. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين مش قادره تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. انا اتصرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الايدي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيت سكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزاوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ اطلاق المنطق بيقول كده، فداه. في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده، تعرف جاب فلوس قد ايه؟ تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مسألة بمنتهى البساطة يعني، الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شوية فلوس علينا وعليك مش أكتر يعني. اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله اتفضل. أهو الملف اللي بيثبت صحة كلامنا مليون في المية. اتفضل يا فندم اتفضل. مالنا يا سامح بيه؟ يا
احنا شركة كبيرة، شركة عريقة. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهة نظري انا الشخصية المسؤولية على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظفة عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. أنا؟ أيوة أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها غرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل مرة ثلاثة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول خلي بالك الحمولة زيادة المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف به ته، صح؟ دي واحدة مجنونة جايبانا تسترزق في الشركة. مجنونة؟ طب انا هوريك بقى الجنان اللي على اصله، عشان انا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده، اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رأيك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رأيي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف سيف في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا، وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي، انت عارف عايز اقعد عليه بروان، حتى اللابتوب بتاعي. سيف سيف مال بقك، في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك احكيلي؟ حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكيلي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متأكد وقلت لك 100 مرة احذر البنت دي، احذر البنت دي. هتستعبط انا، انت ما قلتليش حاجة، انت قلت لي مش وراها، البنت دي جامدة. طب ما هي جامدة فعلا، ما تغيرش الموضوع، ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري وأحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين؟ وبعدين؟ بقول لك خانتني يا شريف، انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون، انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف، انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول، ما توغوشنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك ارجوك كف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه تشرب ايه؟ اي حاجه بريل لو فيه. يخرب بيت البريل اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى. اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بيتش يا نيل حولي هاتلنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو او انا بحب اتفرج عليه. يلا شوف يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، عاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبه دي.
عرفنا ان في مصيبه بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه اوكي. الحقيقه انا اسف اللي هقوله دلوقتي بس انا مضطر. بصراحه المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يلا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده؟ كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على. مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اه اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو، كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد، وضل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ بطريق. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد كل سيختي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي، برضو تفك زنقة. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير في قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسلة وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شكرا يا بنت، شايلك العوزة. طيب المؤاخذة يا جماعة، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظة. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان فيك. مام مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبد الله؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعة 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمة دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقولك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتأخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهية. مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطرة قوي في التمثيل في المدرسة. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟
ما تقربش ما تقربش هيعدوك. يعدوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا 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 بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الضابط؟ في حاجة؟ ثم انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ بابي صباح الخير. ازيك يا سعادتك؟ وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ معلش سود على الغلاسة. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا حبيبي اقعد. اسيبكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا بحبس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقامت صداقات مهونين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعد؟ قول يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري معنى ضايقك يا سي عبدو؟ ضايقك قول ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا انا راجل راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزيارة الجاية ندخلك شريطين باركينول؟ لا بمعنى؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفردة من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف يا حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 الف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي؟ طب خبي اخويا لحد يشوفها خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انت اتجننتي؟ انت الطولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روح الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبتو؟ لا يا حبيبتي في الكنافة، احنا بنتعرف كعيلة بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. اتنين كرسي، فوتيل، سكري، واحد طربيزة خشب طورية.
كرسي فوتيل وسكري. مش مصدقة نفسي يا أنسة. احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجة تانية لو نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا انا ناسي حاجة. ناسي ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشير والحط، ضهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكرة انا ناسية ايه. عجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكة ولا هتركب معانا في العربية؟ هي طبعا هتركب معانا العربية، بس الكرسي اربطه فوق الشبكة. استنى. نعم. رايح فين؟ شلني. ايه؟ شلني يا أنسة. تعايز انا شلها. طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. بتضحك حضرتك؟ And you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سنأخذ أجي لوحة سعيدة دي. كلا، لن أخذها، سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا، شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. أنت رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي بدل يعني حوجتك للغري. ثانك يو، انا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته بيكلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تول ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكم تاني، انا بكرهكم وبقرف منكم. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها. Whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكو في السجن. بليز، مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكو ايفر. ما انا قلتلك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. يور ويلكم. على طول مخنوقه، مولوده مخنوقه. الحمد لله يا خالتي ان هي ما جاتش معانا، دي كانت هتيجي وتقرفنا اكتر ما احنا متنيلين قرفانين خلقه. يلا يا خالتي نروح على بيتنا. يلا نروح على فين؟ بيتنا. بيتنا ده ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزانا نخش الحاره كده في عز النهار؟ دول كانوا يزفوني، كان يضربوني ضرب، ما خدوش حمار في مطلع. انت نسيتي النمره اللي انا عملتها؟ دول زمانهم مستحلفين لي دلوقتي. طب احنا هنروح فين يا خالتي؟ بصي بقى، احنا نروح نتلقح على اي قهوه، اشرب حجرين معسل اروق بيهم دماغي، اقوم اعرف افكر. يخش الليل بقى والدنيا ضلمه وتبقى عتمه، نروح احنا بقى متسحبين وداخلين الحاره ومحدش يشوفنا. استوري عليا يا شريهان. ماشي يا خالتي خلاص يلا. هاي. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظة واحدة يا فندم. اسف يا فندم، الفيزا دي مش شغالة.
مش شغالة ازاي؟ جربها تاني. برضو مش شغالة. طب ثانية واحدة بس، هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزه على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعة؟ ضامن؟ اوكي، ضمان هدومي، شنطي، ساعتي. انا مش بكلمك على ساعة معفنة على فكرة، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ اوكي بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص، وكمان مفيش حته بيت فيها. تعالي ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. انا ما معيش فلوس اكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ انا هكلم اصحابي اشوف حد مبيت عنده. الو، هاي نادين، ازيك؟ نادين بصي، انا كان عندي مشكله وكنت عايزه اقعد عندك اسبوع او اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعا، اكيد مش هقعد في حته من غير حمام يعني. اوكي ثانك يو نادين. هاي تارا. هاي يارا. هاي سارة. هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا أنا إيه؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عطشانة وجعانة. ماما ميمي، أنت شربتي كوبايتي؟ أنت مش سامعاني بقول إن أنا عطشانة وجعانة؟ ما تعمليش فيس الغلبانه ده، حرام عليكي يعني بجد. انا كنت نفسي اشرب قوي يعني. لو سمحت ممكن تجيب لنا اتنين ويلكم درينك تاني؟ خليهم ثلاثه. بقول لك ايه، خليهم خمسه وهظبطك. خالتي، هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ايه الوتوب ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجة، احنا نتسبسب سبسبة كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا مين شاف ولا مين جه. يلا بس، يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح الشبح، ريح ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخلة علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تمت. حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح، وعروستي شوشو بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيب لنا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهات بنت الحسب والنسب، الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يؤمن ولا يؤمن، هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسح
وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحراميه. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي، عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي، انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها يومين ثلاثة اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمة زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس وما شاء الله وشك كان وش سعد عليه. اه يا بنت الكلب، سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجايه ابارك واهني لاختي وحبيبتي فاتن، الف مبروك يا عروسه، اخيرا اتجوزتي مجدي. ايه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بت؟ ده حسن ولا علي ولا عبد الله ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب. طب ليلتكم زي الفل، والف الف مبروك للعروسين. مين مجدي ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعه. انت جاي تبوظي لي ليلتي واللي رصتهم دول كمان؟ اخواتك في الرضاعه ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت تعمى مال؟ بتخوريني يا فجره. ايه ده ايه ده، انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هما 3 ايام برضه يا شريان. استمتعنا، تكفايه يا اختي البسين. ايه ده، مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تفر من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي ازيكم، عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك، وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل ماب. وانت ايه اللي جابك يا سنيورة؟ مش قلتي مش عايزة تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انت، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعدة معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي؟ ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفرة؟ دي السفرة، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس كمان. توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده، هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه.
احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفنيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوتة ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحية على فكره، وهزعج الكيوتة. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله هنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. ابلا ميمي اهلا وسهلا، نورتي يا ابلا ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي. ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. مصدقه انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك عم محمد سياحه وعياله؟ دول ما كانوا لابسين ده، تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عامله ايه في شعرك؟
ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهمين؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معانه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايز delivery؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3M ده بتاع سندوتشات، بيعمل بنيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل، بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا، بس خلاص بقى من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نظاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقولك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله. ايوه يا سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو يا سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. الحلاوه دي بصه طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه، وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده، اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت وهو؟ خش على جوه خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحده تانيه، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجه اعلام ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشي فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟
طب قولي اعمل ايه بس يا هاني؟ تلاقيش انا اتصرف، اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه، الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان، جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء، هات السفندياية دي اكلها اديها بيها اعصابي. هات، مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا يا بنت مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن يابا، كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل الجهه هات لنا مكانك، جهه تجيب واحده، يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا ما معيش. معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. فكها يلا. ده هتلاقي معايا. انا تعبانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص ماشي ماشي. بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده؟ ده تفضحنا. استنى استنى يا حاج، يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب بقول لك على حاجه، بتشغلني معاك؟ طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك؟ بس مو طب بس والله مو. شكلك لطيف بس حاج. بس حاج ايه ده؟ انت خليتنا نشحت. ايه ده؟ ايه ده والله مشاكرين والله. يعني انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي، انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب البيت الشغل بس بس بقى. بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا لي ها؟ هلفنا لي شو؟ What the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عامله؟ Nelly I missed you. It's not me, that's her. It's Jessie. Look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي، دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها في زنقتها، بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص، يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقولك حاجه واحده بس، نيلي بالاي مش بالاي. نيلي نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا، كل اللي ليك ضاع من ايديك، وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا، ما هي دنيا يوم لك يوم عليك. آه لما قربنا عليها وديها راح، والدنيا فعنينا بقى كده لونها باهي، دنيتنا فجأة تبدلت. يا حاجة سنكافولا نسيتي المجلة بتاعتك. الورس
اللي سابهولنا اجدادنا العظماء. مش اي لازمه. الوزه والبطه. شفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف. يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم. بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قوليلي يا ماما ميمي، عايزة تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك برايد؟ لا اعمليلي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رسالة في المجلة اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه يا حاج مالك؟ حقي يا نيلي، حقي يا نيلي. خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفتك؟ خلاص يا ماما ميمي. اودي خدي منك. ما تزعليش يا ماما ميمي، ام فيري سوري. من فضلك اهدي بقى شويه عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي ما كانتش راضيه ولا تسيب المجله ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجله يا شريهة، الست ما فيهاش نفس. لا يجرى لها حاجه يا حبيبتي يحسبوها علينا بني ادم ونخش فيها السجن. ابوس ايدك يا خالتي. اسيب لها المجله ازاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رساله بيقول لنا هنلاقي الثروه فين. انت هبله يا بنتي، ثروه ايه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو انتوا مش قلتوا ان جده فلوسه اختفت وساب لكم المجله دي؟ ايوه. وعمو عبد الله قال ان اخر حاجه جده قالها قبل ما يموت ان الثروه في لغز ميكي. ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعه دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعه دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رساله. رساله ايه وثروه ايه اللي في الكلمات المتقطعه دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرأ الرساله؟ اذا اردت الوصول للثروه الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعه؟ بس انا مش فاهمه يعني ايه الحل اللغز ميكي؟ مش المجله كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحه اهو. مش فاهمه برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش. انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكه قوي؟ ما انا بقالي ساعه مش فاهمه حاجه. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجه. ما تقولي لنا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقه خزنه في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنه اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجه؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجله معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها. كان القرد نفع نفسه. القرد برضو واتقفر. على فكرة اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. احنا نروح لسي عبدال يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئة وويرد جدا بالنسبة لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقولك ايه يا حاجة، انا هفكك بس عارفه لو عضتني. She's very innocent. حرام عليك. طيوبه قوي ماما ميمي دي، طيوبه. بصي بلسم والله العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبه كده اللي هي مش عارفه تبقى قاعده. لا انا انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. ما
كان نزومه ايه بس بتتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيرة الشيء ده تاني ever. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعدة جنبي بتردع ابنها مش من الببرونة. طب وايه المشكلة؟ ما عنديش مشكلة بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الردع يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعة انا كده كده ما عنديش اي حاجة، وبعدين يا نيل انت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا مالناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغلنا كده حاجة شعبي جميلة. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. اه حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي، تعرفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروة بتاعت جده. ثروة داد؟ ازاي؟ هاو فاكر المجلة اللي سابها جده اللي ماما ميمي مسكها طول الوقت؟ ايوه مالها. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجلة؟ ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعة ولقيت فيها رسالة بيقول فيها ان الثروة في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجة. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شوية، بس انتوا فاتتكم حاجة، الحل بيبقى المقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجة برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانية واحدة اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجلة دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. اه مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندو وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المسألة صعبة، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بن داري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره. الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بن داري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بن داري. طيب احنا نوصل لبن داري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يوصل حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بتنتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بتنتي وعايزه تاكلي حق. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حق يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حق. انت فكرتي هفايا ولا ايه؟ ده ناكلك صح يا كده. لا انت شكلك بقى قللت الادب وعايزه تتضربي. مين اللي قللت الادب يا بنتي؟ لا لا انا ممكن اضربك، انا اللي ممكن من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي، ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقة مقطوعة، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكم، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكم هناك بالمرة. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟
الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير، مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاماكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. يلا سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين. يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص، اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لا. لو سمحت، ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول، واحنا جايين قدوره. لو سمحت، ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرت قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رز ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقلباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعالوا اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك، عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص اعتبر سرك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذه، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو ده اقصد، يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسن. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليا خلبوس. عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق، هو الحمامات شريهان نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي؟ انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك هاني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبه دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبه دي اللي موجوده من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي، رد عليها.
لم نفسك يا بنت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي كلامها كده دبدوب؟ لم نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده يا سحلابه يا سحلابه يا سحلابه. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجه، السحلابه دي تبقى امر. ايه مش كده؟ مش صح يا بنتي دي ايه؟ عم بندق، عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازه حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق، عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي، عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حر. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله الحمد لله، بيفوق اهو يا جماعه. بس 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 بس، كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم احطه في الثلاجه عشان التسقيه. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدد وانا الثلاجه. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكره خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كل حاجة زي ما هي. أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي. المحلات، المحلات اللي بره، والمعنوين بتاعة النور، حتى حتى الخشب ده، كله كله. يا ربي مفيش حاجة بتتغير أبدا، كل حاجة كده، والعناوين والأبوة دي، وكله كله كله. يا عالدنيا يا إيه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته بكوباية الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابية. لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل. الذاكرة بقى، انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ده ساعتها كان اخر طبق. يلا ما حسكتكش عليه. ازيك يا عم عبده، وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. يا دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات ال. طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبدو؟ انا ما اسميش عم عبدو. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبدو؟ برضه هي اللي عم عبدو، ما تعصبنيش وتضايقني. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا سوري يا عم عبدو. برضه عم عبدو بس. في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبدو. تعالوا خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان غريب ده، ناسك خيوطه مش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى متربوش اللي بيسترخيش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتوله طبعا بجد. بس ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه. تعالوا ده رخم وهايف.
راجل كبير وقايل. تعالوا تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا؟ واو، مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي يجيب ولغزي ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو، إيه؟ إيه؟ هقعد. استني يا مال، مكان كله تراب. القرف ده يا حرف. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعد يا شوشو، اقعد. طب إحنا جينا المفروض ندور على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيك أهو، مش فاهمين حاجة. بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهور اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقولك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربه قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش. مفيش. ايه؟ ايه؟ اعمل لك كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندو، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتختم وتيجي تخضنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندو يا لذيذ انت، في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم على حاجة بصراحة، أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرف اللوحة دي؟ مالا؟ أنا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشة قد كده أهو، رحت عامل كده أهو. جاي تنزل طبعًا، أما جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحة. أما أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلصنا بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي.
تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جدو كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد اذنكم. اتفضل. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه يا متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجاني. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجله تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجله دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمه. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايبنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وش انت لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بنت، انت انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. ايه ايه انت كمان؟ مش خير. انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه، الله بندق، ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فتره. اهلا اهلا عمد احمد. اهلا اهلا عمد احمد حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذه ما مات. عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52، حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه.
طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعة طيب؟ متقاطعة ايش؟ مش وقت متقاطعة دلوقتي، يلا ولاد احنا كده هنتأخر. هنتأخر على ايه؟ هو احنا في حاجة في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مازن؟ اللغز اللغز الحياة كلها الغاز والذهب، ما هو انت عارف البنت دي اصلا شقية حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. لو عشان احنا العربية مستنيانا تحت ها؟ نخلص خلص يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. ليه نمشي سما بود؟ مع السلامه عمود، خلينا نشوف. هتوحشني معاك المفتاح، اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليه نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. استاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة، بطمن. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم. نيلي وشريهان. ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه ده صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي.
خلاص استبينا، بس الاول هتفق على عرقي. سامعك قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 قايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي، وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما انا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك. ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشيرين. طب ما مؤاخذه يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله. لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح، فاتتني دي. اه عشان فاتتك دي هم ثلاث بواكب ما فيش غيره. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه ما اعرفش عنده؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك. قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. عربيتي انا؟ متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا شوش. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا. حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبة. عارف النهاردة كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخية. مفيش حاجة اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في المية الاخضر بتاعت الملوخية. لا، ما هي دي مش بطاطس والمية الاخضر دي مش ملوخية، ده قلقاس في السلق اللي هي المية الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان عارف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا أجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه.
وبعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص. يا ريت يا ريت. حرف جر فيه حكاية قصة سارق السفن قرصان قرصان، يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر، الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه. ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو، حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد، ام جينيوس، وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهندي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليس ومعنى. انهم ليس ومعنى. انهم عاملين شعرهم ليس ومعنى. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنى. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. ما هذا المكان القديم؟ اريد ان ارجع الى بيتي حقا. بص يا ستي، كان يا مكان كان فيه ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير، فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو اول ده الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره، مش انتوا عندكم شركه شحن؟ في مركب عندكو اسمها البطة الشقية؟ سيف ايه؟ احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا تلات مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غير قد دي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه؟ اللي هي جنب الاوتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه. حكايه صح. سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي، والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان ناسي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى؟ ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي، ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي،
زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شيريهان حبيبتي، عاملة ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبتلك معايا ايه؟ الله الشبح الكبير، شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيبلي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي، عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش، وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا فيه كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قالك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا وقت تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لهم يا ولد. قوم ياد وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السرير؟ سندوتش في عينك، حد قالك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش السمعدان. انت غور من هنا كتكدايه. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبه هنا من الهدايه دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح. خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان أحل الكلمات المتقاطعة. على فكرة أنا أوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني أنت ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس أنا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وأنت عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت أتسلى. طب هاتي المجلة. أنا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت إن الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه يا شريهان. ماشي. انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشاية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد، العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشاية في السلسلة. الفلاشاية والسلسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشية. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب.